تواجه تونس وضعاً وبائياً خطيراً بسبب تفشي وباء كورونا واضطرار الحكومة لإعلان حجر صحي شامل في 4 محافظات في البلاد، خاصة مع تسجيل 100 حالة وفاة وأكثر من 2000 إصابة يومياً. وقال رئيس الحكومة هشام المشيشي إن الوضع الوبائي الحرج الذي تعيشه بعض الولايات لم يمنع السلطة المعنية من اتخاذ الإجراءات الضرورية للحد من انتشار الجائحة. إلى ذلك أكد المشيشي الثلاثاء أن استقالته غير مطروحة نهائياً، مشيراً إلى أن استقالته يطلقها سياسيون يعيشون حملة انتخابية مستمرة بسبب اعتيادهم عدم بقاء حكومة لأكثر من عام. ويأتي رد المشيشي بعد اقتراح من بعض الكتل البرلمانية المعارضة استقالته من الحكومة وتوافق القوى السياسية على 3 مرشحين يختار من بينهم رئيس الدولة رئيسا جديدا لحكومة سياسية. نتابع التقرير. في تونس حظر شامل في 4 ولايات، في القيروان وسليانة وزغوان وباجة، بعد أن بلغ عدد الإصابات فيها 400 إصابة لكل 100,000 ساكن، وهو ما أنهك المنظومة الصحية في الولايات الأربع، حيث بلغت نسبة الإيواء بمستشفيات القيروان مثلا طاقتها القصوى في الأيام القليلة الماضية، بعد أن وصلت نسبة التحاليل الإيجابية اليومية إلى 60%. وقد أكد مدير الصحة في القيروان أن طاقة الإيواء بمستشفياتها بلغت نسبة 100% حسب وكالة الأنباء التونسية. الوضع الصحي المتأزم استدعى قرارات استعجالية من الرئيس قيس سعيد من قبيل إنشاء مراكز فحص متنقلة ومستشفيات عسكرية، بالإضافة إلى تزويج مستشفيات الولايات بتجهيزات أكبر. وقد أرجع متخصصون السبب وراء الموجة الجديدة من الإصابات في تونس إلى ظهور متحور جديد فيها سريع العدوى، وهو ما عقد من الوضع ودفع بقيس سعيد إلى طلب 500,000 جرعة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 من الصين. يحدث كل هذا في خضم أزمة سياسية تعيشها البلاد، إذ يستمر الصراع بين الرئاسات الثلاث فيها لشهور عديدة دون التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف، بل وانتهى الحال بين الفرقاء بتوجيه اتهامات مباشرة وغير مباشرة لبعضهم، إما بالعمل ضد مصلحة الوطن أو بالفساد أو بتعطيل مسار الحل. هذه الثنائية تضع تونس في مربع أزمات يولد احتقانا اجتماعيا مستمرا قاطعا الصلة والثقة بين الشعب وحاكميه من السياسيين. يتعقد ذلك كله في ظل إصرار المسؤولين الأوائل على الرئاسات الثلاث على مواقفهم، مما يولد انسدادا غير مسبوق في تسيير وإدارة الدولة. مشاهدينا، للمزيد أرحب بضيفي عبر الهاتف من تونس دكتور زهير إسماعيل، الباحث في مركز دراسات والبحث الاقتصادية والاجتماعية. أرحب بك دكتور زهير. يعني لو بدأنا من الوضع الصحي الحرج في تونس بسبب كورونا، كيف نفسر وصول الوضع إلى هذا المستوى بعد أن كانت تونس من أفضل الدول العربية ربما في الأداء بمواجهة كورونا؟ نعم، مساء الخير. لا، أنا استمعت من تقريركم وقد أشرتم أنتم إلى السبب الأساسي وهو السبب السياسي، ما أسميتموه بالصراع في مستوى الرئاسات الثلاث، وربما قد ندقق شيئا في هذه المسألة. الأزمة هي سياسية أكثر مما هي صحية. الدكتور عبد اللطيف المكي أشار منذ مدة مقارنا بين الوضع الصحي في الموجة الأولى وفي الموجات الأخيرة، قال كلمة مهمة، قال في الموجة الأولى سبقناها والموجة الثانية سبقتنا، وهو يشير إلى هذا الوضع السياسي، لأن الخطة الصحية أو الطبية هي في الأصل خطة سياسية. أنتم أشرتم إلى هذا الصراع وإلى تحميل الجميع المسؤولية، وهذا صحيح في مستوى أول، ولكن الوضع أعقد من ذلك، لأننا يعني نعيش مستويين حتى من الصراع. هناك صراع داخل هذه المنظومة، منظومة 2014، وأشير إلى دستور 2014، ولكن وهو فيها نوع من الصراع والتنافس الديمقراطي، ولكن هناك صراع آخر يستهدف الديمقراطية طرأ نشأ بعد 2019، وهو الذي أربك الوضع السياسي. يعني إذا أردنا أن نوصف الوضع، نحن أمام عملية تعطيل، عملية خلط حقيقية، وأنا هنا
يعني طرفا، ولكن من قام بالعمل وشير إليه. ولكن دكتور زهير يعني لكي نفهم أكثر، ربما أكمل الفكرة دكتور زهير لكي نفهم أكثر، يعني ما علاقة السياسي بالصحي؟ نحن أمام حالة وبائية، والدول المفترض الدول التي يعني إذا صح التعبير تحترم مواطنيها، من المفترض أنه هذا ملف خاص بغض النظر عن من يحكم، بغض النظر عن حتى إذا كان هناك حكومة أم لم يكن، من المفترض أن هناك جهازا طبيا مسؤولا هو من يسير بمواجهة هذه الجائحة. نعم هو هذا الأصل، ولكن حينما لا يتوفر الحد الأدنى من تحمل المسؤولية في أعلى مستويات الدولة، هذا يحول دون أي خطة. حتى داخل الحكومة لا نرى انسجاما بين اللجنة الصحية والوزير، رغم ما بدأ يبدو من نوع ما ضبط خطة، لأن المستوى الأدنى موجود. المواجهة الطبية والخطة الطبية إذا لم تكن خطة سياسية لا يمكن أن تنجح. حتى في إيراد التلقيح يعني اللقاح، في إيراده هناك نوع من المنافسة. في تونس أبدعنا في أن نجر كل ما يتعلق بقضايانا الأساسية إلى التجانب السياسي. جررنا الإرهاب وجررنا الفساد، واليوم نجر الوباء في هذه المعركة، مع أن المعركة تغيرت، يعني لم تعد داخل هذه المنظومة التي بنتها الثورة تحت سقف دستور 2014. نحن نتحدث اليوم عن أشياء أخرى تهدئ الأصل تماما. هل هذه المعارك يمكن أن تساعد؟ هل على مواجهة الوباء؟ هل في هذا الوضع المضطرب في أعلى مؤسسات الدولة إرباك حقيقي؟ هل يمكن أن نواجهه؟ أنا اليوم كنت أستمع إلى 500 جرعة التي تم إيرادها يعني من الصين، ولكن نوع من التجاذب. مسؤولة الأدوية وجلب التلقيح تشير إلى يعني هي مشتريات مباشرة وأشارت إلى 500، بينما تشير رئاسة الجمهورية إلى أنها من خلال المساعي الدبلوماسية كان كذا وكذا. وهذا يسيء إلى الجميع، ويسيء بدرجة أولى إلى ما يمكن أن نسميه الأدنى من خطة مواجهة الوباء. مع أن هناك جانب آخر، يعني المسألة ليست فقط في مستوى الدولة، حتى على المستوى الشعبي، على المستوى يعني الالتزام بالبروتوكول الصحي، هناك تهاون غير مسبوق. هل له علاقة بما يقع في مستوى الدولة؟ قد يكون ذلك، ولكن المواطن يتحمل جزءا مهما من المسؤولية. فهناك الأدنى من الإجراءات الصحية والبروتوكول الصحي يمكن أن يحمي الإنسان نفسه وعائلته ومدينته. طيب دكتور زهير، من المسؤول عن هذا الوضع الذي وصلت إليه تونس؟ ولماذا عجزت كل القوى عن عقد حوار وطني لإنقاذ البلاد، سواء إنقاذها صحيا من الوباء أو إنقاذها اقتصاديا أو اجتماعيا أو سياسيا، رغم كثرة المبادرات للحوار؟ نعم، هو الوضع التونسي تعقد إلى حد كبير، وهناك نوع من الجدل حول أسباب الأزمة وطرق تجاوزها. أنا أشير بإيجاز شديد ما لا يسمح، المسألة لا تتعلق بالنظام السياسي ولا تتعلق بالنظام الانتخابي التقديري، تتعلق بغياب المشترك وبدرجة أو مستوى الثقافة الديمقراطية وقدرة واستعداد هذه المخب على أن تحدث التسويات، وعلى أن يمكن أن تحدث هذه التنازلات المتبادلة. مع أننا يعني اليوم نحن أمام يعني غياب العلاقة بين الشرعية الانتخابية والشرعية السياسية. يعني حتى لو تحصل مجرى الصرف أن جهة معينة أمكن لها الحصول على 800 يعني في المئة من مقام البرلمان، لم تستطيع أن تحكم لغياب الأسباب التي أشرت إليها. مع الوقع ذات عنصر آخر وهو الرئيس بيج سعيد، هذا العنصر أنبك الأمر وقامت معادلة يمكن أن أقول رباعية بإيجاز بين يعني اللحظة رئيس بيج سعيد، ما أسميه بحكومة الأكاديمية المشيشي ومجموعة أصلا أغلبهم من طلبة التجمع، لأن الحكومة هي طلبة التجمع
السعيد هو نوع من الخنق. لو أن الرئيس كشف سعيد أمضى على يعني الحكومة وعلى الوزراء الجدد، لو أنه أمضى قانون اللحمة الدستورية، فإن الأمر يعني يسير مع المشاكل ولكن يمكن أن يصل. إنما فرصة الخنق والتعطيل والتعفيف هي التي ربما فاقمت من هذه الوضعية، ولن أرى الواقع حلا إلا بأن يحاصر، وأقول يحاصر، فيتعيد في مربعه الحقيقي. وهذا ربما ما نلاحظه اليوم من دور الاتحاد العام التونسي مشغول في علاقة بالنهضة وفي علاقة بالحكومة، وربما ببعض الأطراف السياسية قد يتوصلون إلى إعادة ترتيب الأمر حتى ربما لا يصل الوضع إلى مرحلة لا يمكن الرجوع عندها، ربما هي مرحلة الانهيار لا قدر الله. نعم، أشكرك جزيلا دكتور زهير إسماعيل، الباحث في مركز دراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية، كنت معي عبر الهاتف من تونس.